كان بإمكاننا هذا نفسه الكوماند ناخده بالشكل التالي. نحط البولز. إيش رح يكون على فكرة عندي البولز لو بدي أحطهم؟ إحنا حطينا البولينومي المباشر بس ما حطينا البولز. خلينا نطلع البولز كيف شكلهم رح يكون. قديش كانت عندي زيتا؟ زيتا نص أوميجا إن؟ زيتا أوميجا إن قديش؟ لا زيتا في أوميجا إن اثنين ونص. إذا باخد واحد اثنين ونص هاي زيتا أوميجا إن. أوميجا دي قديش تطلع معنا؟ إحنا ما حسبناها بس مكاننا نحسبها. أوميجا دي شو بتساوي أوميجا دي؟ واحد ماينس زيتا سكوير مظبوط؟ واحد ناقص زيتا قديش نص؟ زيتا سكوير ربع. واحد ناقص ربع ثلاثة أرباع مش هيك؟ فبتصير هاي جذر ثلاثة على اثنين في خمسة مظبوط؟ خمسة على اثنين بتصير اثنين ونص في جذر الثلاثة. إذا هاي اثنين ونص وهاي رح تكون اثنين ونص بجذر الثلاثة تقريبا بدها تكون واحد وسبعة بالعشرة من هاي تقريبا. صار هذا الطول اثنين ونص في جذر الثلاثة وهذا الطول اثنين ونص. قديش هذا الطول لازم يكون؟ أعطيني احكي لي الجواب قديش؟ ايش هو هذا الطول؟ 5 أوميجا إن. هذا أوميجا إن. تذكروا هذا المثلث هذا أوميجا إن هذا أوميجا دي هذا زيتا أوميجا إن. لو طبقنا القانون رح تلاقي إنه بيطلع المثلث مضبوط لأنه أوميجا دي شو بيساوي؟ هذا بيساوي أوميجا إن في واحد ناقص زيتا سكوير. هذا أوميجا إن زيتا أوميجا إن أوميجا إن في واحد ماينس زيتا سكوير. ربع هذا شو بيصير؟ ربع هذا الطول بيصير زيتا سكوير أوميجا إن سكوير زائد. لو ربعنا هذا شو بيصير؟ أوميجا إن سكوير في واحد ماينس زيتا سكوير. أوميجا إن في ماينس أوميجا إن في زيتا سكوير تشطب مع ماينس أوميجا إن في زيتا سكوير. شو بضل عندي؟ أوميجا إن تربيع. خد جذر الأوميجا إن شو بعطيك؟ بعطيني هذا الموجود هون. إذا إيش البولز؟ هاي البولز. هذا وين لازم يكون في واحد تاني بقابله؟ تحت اللي هو إيش سميناه؟ هدول سميناهم كومبلكس كونجيجيت بير. واحد منهم رح يكون ناقص اثنين ونص زائد اثنين ونص في جذر الثلاثة جي وناقص اثنين ونص ناقص اثنين ونص في جذر الثلاثة جي. إذا البولز عندي إذا تحب تسميهم مثلا تسميهم ميو 1 و 2 يساوي ماينس اثنين ونص زائد ناقص اثنين ونص بجذر الثلاثة جي. هلا هذا إذا بدي أدخل الكوماند على الماتلاب بحط البولز مش هدول البولز. شو بيصير بي بيساوي؟ بيساوي ناقص اثنين ونص زائد اثنين ونص جذر الثلاثة جي وناقص اثنين ونص ناقص اثنين ونص جذر الثلاثة جي. هدول البولز. ليش بحتاج بي في الماتلاب؟ عشان ادخل كوماند عشان البليس كوماند نكتبه هون. يصير عندي كي يساوي بليس او اكر اي بي وين اي؟ هاي اي هاي بي هاي بي. بعطيني كي قديش الدايمنشنز تبعت كي راح تكون؟ ايش الدايمنشنز تبعت كي راح تطلع معي هون؟ كي راح تطلع فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. قديش الكومبوننت كم كومبوننت فيها لازم يكون؟ اثنين. ايش الدايمنشنز تبعتها؟ واحد في اثنين. واحد في اثنين. اوكي ماشي. عندي تو ستيت فيريبلز كي 1 وكي 2.